كابتن محمود عبد الحي احد نجوم النادي الاهلي، وان لم يكن ان هو قعد فتره طويله لكن كان من المهاجمين المميزين وعاصر جيل التلامذه بقياده الكابتن ميمي الشربيني، وكان معاه طبعا مجموعه من اللاعبين اللي هي كانت الفتره الانتقاليه في من 65 لغايه 76. بس هو تقريبا لما جات له الاصابه كان عنده في حدود 25 سنة أو 26 سنة، وفي الفترة دي كان الطب الرياضي مش متقدم، مع احترامي يعني كانت لسه الستينات، كانت العمليات الجراحية فيها تبطيل، وهو جات له إصابة تقريبا تمزق فبطل في حدود 25 26 سنة. محمود كان مميز بالسرعة اللي هي بنفتقدها في كثير من اللاعبين دلوقتي، ولعبت ضده وكان اكتر لاعب يعني يعمل ازعاج للمدافعين اللي هو اللاعب اللي عنده سرعه زائد مهاره، ودي كانت موجوده في محمود. كان من اللعيبه المميزه اللي بيقدر يشوط وهو في 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 بعد في اثناء الجري. وطبعا الجيل اللي هو التلامذه اللي كان معاه كان كابتن ميمي، صلاح حسني، انور سلامه، ابراهيم عبد الصمد، شبيطه، علي الحلو الله يرحمه، عادل تيمه، كانت مجموعه مش محظوظة لسبب ان هم جم في فترة بعد النجوم الكبار كابتن طه وكابتن رفعت وصالح وبتاع، لكن قدروا يصمدوا. والفترة دي بعد كده كابتن محمود عبد الحي قدر يكمل مع الجيل اللي هو بدأ يحصد البطولات اللي بدأ يتكون في 73 74. فكان محمود عبد الحي فرود 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 خالص، يعني لو تواجد في هذا الزمن كان هيبقى ليه شأن، لكن هو طبعا الناس مش هتذكره لانه كان ليه بصمه، وبصمه مميزه جدا في فراوده النادي الاهلي. محمود عبد الحي احنا لعبت ضده، كنت الواحد بيعمل حسابه لانه كان زي ما قلت ان هو كان لعيب مميز بالسرعه. ويمكن المره الوحيده اللي غفلت عنه كنا احنا غالبين النادي الاهلي 1-0، اتعادل معانا 1-1 وهو اللي جاب الجول. غفلت عنه ان انا يعني بقطع الكوره وتوقعت انه مش هيكمل، فهو كمل وخدها وجاب جول، وبعد كده بقيت بقى حريص لما بلعب معاه. بعد كده الكابتن محمود قدر يتواصل ويكمل مع الجيل اللي هو بدا النادي الاهلي يعمل جيل يكون فرقه، ودي من اصعب الفترات، لكن قدر يكون فرقه في خلال سنوات قليله، وطبعا سنه واثنين وثلاثه في عمر النادي مش كتير. بعد كده النادي الاهلي جاب بقى محسن صالح، جمال عبد العظيم، طاهر الشيخ، مصطفى عبده، ظهر الكابتن محمود الخطيب، المجموعه دي بدات تاتي للنادي الاهلي وتحصد البطولات. هو لعب معاهم لكن كان غير محظوظ لان جات له اصابه، وكانت اصابه عاديه جدا هي تمزق. وتمزق ده لو في الزمن اللي احنا فيه ده كان هيبقى العلاج شهر او شهر ونص او شهرين بالكتير ويرجع، لكن زي ما بقول الطب وزائد العلاج الطبيعي ما كانش متقدم. ممكن انا عانيت من العمليه دي ان انا جالي ارتخاء في الرباط الصليبي، وكثير من الاطباء شخصوها على انها غضروف، وكاد ان اعمل عمليه لكن رفضت، وبدا العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي كان ليه تاثير انه زود الاصابه، فدي اللي خلت الكابتن محمود عبد الحي اصابه عاديه جدا جدا جدا. هو كان السرعه دي باستمرار اللعيب السريع بيبقى الالياف العضليه بتاعته طويله ومن السهل ان هي تتعالج، غير العضلات القويه اللي هي زي بتوع رفع الاثقال دي بتبقى مشكله لانه بيبقى محتاج قوه متفجره. هو كانت العضلات بتاعته من العضلات الانسيابيه زي لاعبي ال 100 متر في العاب القوه، عشان كده لما الاصابه جات له كان سهل جدا، لكن قدر الله وما شاء الله فعل قدر ان هو في الفتره القصيره دي هو تقريبا بطل يا 25 يا 26 سنه ما كملش، لكن طبعا الفتره دي بالرغم ان هي قصيره لكن قدر يسيب بصمه في الفراوده اللي